يلا بسم الله. فدش. فدش. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. وبعد، أحبتي طلاب الصف الثامن، نقف اليوم مع الدرس 12، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا خلق كريم أمرنا الله عز وجل به وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يحرص على بذل الحب والخير والعطاء لمجتمعه. المسلم يحرص على سلامة مجتمعه من كل أنواع الأذى. هذا الخلق العظيم الذي حثنا عليه الله سبحانه وتعالى فيه خير لجميع البشرية، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف يا أحبتي الطلبة، يا أعزائي الطلبة، المعروف هو كل ما عرفه الشارع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. كل ما عرفه الشارع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. وأما المنكر فهو كل ما انكره الشرع ومنعه من انواع المعاصي من الكفر والفسوق والعصيان والكذب والغيبه والنميمه وغيرها من المعاصي والاثام والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولفهم هذا الخلق العظيم، خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نرافق المعلم والطلبة في هذه المشاهد وفي هذا الحوار الذي دار بينهم حتى نتعرف على مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإذن الله عز وجل. فالمشهد الأول أعزائي الطلبة يتحدث عن خروج الطلاب في رحلة إلى أحد المناطق السياحية في الأردن، وهم يشعرون بالسعادة الكبيرة، والمعلم يرحب بالطلاب ويتمنى لهم رحلة موفقة، ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يكونوا الطلبة متحابين متعاونين حتى تكتمل فرحتهم في هذه الرحلة. والأمر الأول في هذا المشهد الأول، الأمر الأول الذي يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما نشاهد أحبتي الطلبة، أن الطلاب أو الطلبة اصطفوا وصعدوا في الحافلة بهدوء ونظام، وذكرهم المعلم بمعروف، بأمر هو من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهو دعاء ركوب السيارة. عندما الإنسان منا يركب السيارة، هناك دعاء السفر عندما يسافر الإنسان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الركوب، ركوب السيارة، بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا دعاء ركوب السيارة. وأما دعاء السفر فكلنا حري بنا أن نحفظ هذا الدعاء، وهو دعاء السفر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى،
ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقف عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. اللهم انا نعوذ بك من عتاء السفر وكآبه المنظر. هذا المشهد الاول يا احبتي فقط. واما المشهد الثاني الذي جاء في هذا الدرس، درس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان هناك طالب اسمه امير، جلس امير بجانب باكر ولاحظ المعلم انهما لا يتحدثان مع بعضهما البعض، فعرف انهما متخاصمان فاصلح بينهما. فالانسان المسلم ينبغي عليه الا يخاصم اخاه المسلم مهما كان الامر، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. لماذا ينبغي علينا ان نصلح بين اخواننا المتخاصمين؟ لان الاصلاح يزيل عوامل الفرقه في المجتمع، لان الاصلاح بين الناس تزول به البغضاء والشحناء يا احبه الطلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان الاصلاح بين الناس افضل من درجه الصيام، الصلاه والصيام والصدقه. فكما قال عليه الصلاه والسلام: الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين، اي ان نصلح بين الناس او ان نصلح بين المتخاصمين. واما المشهد الثالث وهو يتحدث انه في اثناء جدال المعلم بين الطلبه في الحافله سمع احد الطلاب يسخر من زميله، وهذا فعل منكر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، السخريه من الاخرين، من الاعمال التي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. ذكر المعلم هذا الطالب الذي يسخر من زميله بان هذا الفعل منكر لا ينبغي ان يصدر من انسان مؤمن. فالمسلم او المؤمن لا يسخر من اخيه المسلم. لماذا؟ لان ذلك اعتداء على ما خص الله به الانسان من تكريم. لماذا ينبغي يا اعزائي الطلبه، ينبغي على كل منا ان لا يسخر من اخيه المسلم؟ لماذا؟ لان ذلك يسبب فتنه وعداوه وبغضاء بيننا. فالخيريه تكون دائما بالتقوى والعمل الصالح، ليس بغير ذلك. واما المشهد الرابع اعزائي الطلبه وهو اثناء ركوب الطلاب في هذه الرحله في الحافله، بدا سائق الحافلة يقود بسرعة عالية، يقود هذه الحافلة بسرعة عالية. من باب النهي عن المنكر ذكره المعلم بأن السرعة تشكل خطورة على حياة الطالب وتسبب الأذى، فاستجاب السائق له وخفف السرعة وشكر المعلم على تذكيره له ونصحه ونصحه إياه. فمن الضروريات الخمس التي جاء بها ديننا الحنيف حفظ النفس، حفظ الارواح. فلا ينبغي اعزائي الطلبه ان نعتدي على هذه النفس البشريه. ومن ذلك كما في هذا المشهد الرابع ان يقود الانسان منا الحافله او السياره بسرعه عاليه، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يقول الله عز وجل: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. فهنا ذكر المعلم سائق الحافله بانه يقود بسرعه عاليه، فخفف هذا السائق السرعه واستجاب لنصح المعلم له وشكره على تذكيره له ونصحه اياه. واما في المشهد الخامس اعزائي الطلبه هناك امر بمعروف، وهو انه حان موعد صلاه الظهر، فاشار المعلم على من في الحافله ان يقوموا
بعد أن توقفت الحافلة بالنزول حتى يؤدوا صلاة الظهر جماعة فصلوا الظهر وتابعوا رحلتهم. فالصلاة أعزائي الطلبة لها أهمية عظيمة في حياة الإنسان. الصلاة صلة بين العبد وربه. الصلاة أعزائي الطلبة سبب في استقامة سلوك المسلم. إذا ما أردت أن تشعر بالراحة النفسية فصلي، خصوصا حين تؤدى في جماعة، فالصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحافظون على هذه الصلاة. وأما المشهد الثالث وهو أنه عندما نزل الطلبة إلى السوق لشراء بعض الحاجات، لاحظ المعلم أن أحد الطلبة لا يشارك زملائه الشراء، فعرف أنه لا يملك نقودا لشراء شيء، فطلب إلى زملائه أن يشاركوه طعامهم وشرابهم. والله عز وجل أعزائي الطلبة يقول: إنما المؤمنون إخوة. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فينبغي علينا أن نكون متحابين متعاونين فيما بيننا، يساعد بعضنا بعض، فنحن إخوة كما أخبر الله عز وجل. وأما المشهد السابع أعزائي الطلبة وهو فعل منكر قام به أحد الطلبة، وهو بالكتابة على الكرسي الذي يجلس عليه، فنهاه المعلم عن هذا العمل الذي لا يليق بطالب العلم، فيه أذى بصاحب الحافلة. فاعتبر الطالب، وهذا دل على شيء فإنما يدل على خلقه، فاعتذر الطالب عما فعل ووعد المعلم ألا يكرره مرة أخرى. فالله عز وجل يقول: ناجح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الأخلاق يا أعزائي الطلبة أن نحافظ على الممتلكات العامة، سواء كان ذلك في الحافلة أم في البيت أم في المدرسة، فهذا أمر أمرنا الله عز وجل به، وهو من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان المسلم. وأما في المشهد الثامن وهو أنه أثناء زيارة الطلبة لحديقة الحيوان، قام أحدهم برمي الحيوانات بالحجارة، فقال له المعلم: إن الإسلام قد أمرنا بالرفق بالحيوان ونهانا عن الاعتداء عليه أو إيذائه. وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من هشاش الأرض. وفي حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرجل الذي كان يمشي في الصحراء فعطش عطشا شديدا، فوجد بئرا فنزل هذا البئر فشرب ثم خرج إذا به بكلب ينهب يأكل الثرى من شدة العطش. فنزل البئر فمن أخفه وأمسكه بدين، ثم رقى وسقى الكلب فشكر الله له وغفر الله عز وجل له. فينبغي علينا أعزائي الطلبة أن نحسن إلى الحيوان وألا نعتدي عليه وألا نؤذيه. وهنا من خلق الطالب كذلك أنه استغفر هذا الطالب ربه بعد أن اعتدى على تلك الحيوانات واعتذر عما فعل منه، وقال: لن أعتدي على الحيوانات بعد اليوم، بل سأرفق بها وأطعمها. وهذا من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى نفهم أعزائي الطلبة معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أنه رأى المعلم رجلا كبيرا في السن في حاجة إلى مساعدة لقطع الطريق، فدعا أحد طلبته إلى مساعدة هذا الرجل، فقام بتقديم العون والمساعدة له، فشكره المعلم على ذلك. وهذا ديننا العظيم،
الذي أكرمنا الله عز وجل به يدعون إلى مساعدة الآخرين في أمور دنياهم وقضاء حوائجهم. لماذا؟ لأن مساعدة الآخرين أعزاء الطلبة يزيد المحبة بين أفراد المجتمع، لأن مساعدة الآخرين وقضاء حوائجهم كذلك يؤكد أهمية التكافل فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأما في المشهد العاجل، يقوم أحد الطلاب أنس ويستأذن المعلم بسؤال: أرى يا معلمي أنك تبادر دائما إلى نصح الآخرين بفعل الخير والابتعاد عن الأعمال السيئة، فلماذا تقوم بهذا العمل؟ ما هي أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعزاء الطلبة؟ لماذا ينبغي علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ الجواب أعزاء الطلبة، لأن الإسلام يدعو للمحبة والخير، وعندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تحصل المحبة ويأتي الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى ننجو من عذاب الله عز وجل وعقابه، ولأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك عندما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف أعزاء الطلبة مفهومه هو دعوة إلى كل ما يرضي الله من أعمال الخير والبر. الأمر بالمعروف دعوة إلى كل ما يرضي الله تعالى من أعمال الخير والبر. وأما النهي عن المنكر فهو تحذير من كل عمل لا يرضاه الله تعالى من الأعمال السيئة. ولكن أعزاء الطلبة ينبغي علينا أن نتحلى بالآداب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أن يكون أولها أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب لطيف، أن تكون دعوتنا للمعروف دعوة لطيفة بعيدة عن إكراه الناس وإجبارهم أو الإساءة إليهم. والله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والنبي صلى الله عليه وسلم أعزاء الطلبة كان يدعو الناس إلى فعل الخير وترك الشر لأسلوب لطيف، كان رحيما بهم مشفقا عليهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قاسيا فظا لهرب الناس من حوله ولم يؤمنوا بدعوته. كما يجب علينا أعزاء الطلبة عدم المجاهرة، عدم المجاهرة بالمشكل الآخرين أمام الناس. لماذا؟ حتى لا نوقعهم بالحرج أو نفضح أسرارهم. وأذكركم أعزاء الطلبة في نهاية الدرس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الناس مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا فرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا مثال أعزاء الطلبة ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن كلنا في طالب واحد في مركب واحد، هذا المركب في الغرق غرقنا جميعا، وإن نجا هذا القارب نجونا جميعا. والنجاة بإذن الله عز وجل تكون أعزاء الطلبة بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. بإذن الله عز وجل عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تكون نجاة بإذن الله عز وجل. ومن ذلك أعزاء الطلبة قول الله عز وجل عندما قال عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ما السبب في لعنهم وطردهم من رحمة الله أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فعلينا أعزائي الطلبة أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا وحتى يكشف عنا الغمة ويرفع عنا البلاء والوباء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحمد لله رب العالمين.